أولا يجب أن نعترف بأن التجربة الديمقراطية في الجزائر منذ نشأتها نشأت تجربة مشوهة، ولذلك لحد الآن لن تستطيع أن ترسي تقاليد ممارسة ديمقراطية حقيقية، لأننا إلى حد الآن لا نعرف ما هو النظام السياسي الذي نتبناه، أكان برلمانيا أم كان رئاسيا. ونحن نتبنى برلمان بشكل أو نظام بشكل غريب يتحدث عن أغلبية من نوعين، أغلبية رئاسية وأغلبية غير رئاسية، وكأن محور العملية تسمية غير ديمقراطية. أولا، ثانيا، عندما نتكلم عن المشاركة السياسية ونتكلم عن الشباب وعن الشيوخ وعن النساء وعن الأطفال وما إلى ذلك، فنحن نشوه العملية الديمقراطية. لماذا؟ لأن الأنظمة المتحضرة تقوم الممارسة فيها أو الحقوق والواجبات على أساس مبدأ المواطنة. فنحن نتكلم عن مفهوم المواطنة. المواطن عندما يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية، كان رجلا كان امرأة كان شيخا كان شابا، فهو مواطن. ولذلك أعتقد هذه منطق التفريق هذا تستعمله الأنظمة السياسية من أجل أن تفت في قوة المجتمعات فتفسد قوة التغيير التي يمكن أن تصنعها وحدة المواطنة. شيء ثاني، عندما نتكلم عن العملية الديمقراطية فنحن نتكلم عن الحزب السياسي، لأن آلية التغيير في العملية الديمقراطية ليست إلا الحزب السياسي. ولك أن تتجول العالم كله عبر تاريخه، لن تجد تغييرا حدث في مكان ما إلا عن طريق الحزب السياسي. طيب، عندما نتحدث عن الحزب السياسي ونقول إن الحزب السياسي في الجزائر مشوه أو لم يؤدي الدور المنوط به أو لم يؤدي الدور المطلوب منه، سأقول لك بأن الحزب السياسي هو ضحية الوضع السياسي، بل هو ضحية السلطة السياسية عبر تاريخها. فإذا كنا نتكلم عن ضحايا للعملية السياسية وعن طريقة تسيير البلد عبر تاريخه، فإننا يجب أن نعترف بأن الحزب السياسي أيضا كان ضحية. نحن عندما نعيب الأحزاب السياسية على أدائها، ولكننا نعترف أيضا بأن الأحزاب السياسية هي ضحية من ضحايا الممارسة الديمقراطية المشوهة. ولذلك نحن عندما نشوه طريقة أداء الحزب السياسي، لا يعني أننا سنبتدع آلية جديدة للتغيير السياسي، بل يجب أن نصحح هذه الآلية إلى أن يثبت أن هذه الآلية غير صالحة، وليس هناك آلية أخرى للممارسة السياسية غير هذا. ولذلك قبل أن أنا كمثقف سياسي، قبل أن أكون ممارسا سياسيا وأنا مناضل عبر تاريخ، يعني نقابي سياسي، وهنا نتكلم عن مفهوم النضال، لأن راح جاي مفهوم الكفاءة الذي نريد أن نشوش بها على العملية السياسية. طيب، عندما نتكلم عن المفهوم النضالي، نحن نريد أن يصل إلى البرلمان من يحمل الفكر النضالي. لا، هناك كفاءات لا يريدون أن يكونوا تحت قبعة أي حزب سياسي. أنا جايك. لك أنت مترشح عن حزب سياسي، لذلك تدافع عن هذه النظرية. هناك من يقول أن الترشح، هناك إطارات كثر ترشحوا في قوائم حرة، هذا أمر ديمقراطي. معليش، خذني بالراحة آتيك. طيب، أنت تعرفون بأني لم أكن متحزبا، ولكن حين فكرت في الممارسة السياسية أو في الترشح إلى البرلمان، فإنني لا يمكن أن أقبل على الإطلاق أن أفعل ذلك إلا في إطار الآلية الديمقراطية الطبيعية في العالم كله. في العالم كله تجد أحرار، ولكن يشكلون أقلية لا يمكن أن تحقق تغيير. نقول لك علاش. هذه مثل فكرة المجتمع المدني. ونعطيك نعطيك فكرة نقف عندها باش نقول لهم بعد. الشاب الذي قدم ملفا لحزب سياسي، لماذا لا يعتمد كحزب سياسي وبالمقابل يشجع لأن يترشح في قائمة حرة حتى ننفرد بهم؟ وهنا لو دخلنا في تفاصيل العملية السياسية، لأنه باش نتفاهم مليح، قبة البرلمان ليست قبة للتنظير القانوني، هي قبة للفكر السياسي قبل أن تكون قبة للتنظير القانوني، التنظير القانوني فعل تقني. وإلا إذا كان هذا هو الأمر، نريد منظرين قانونيين، نروح نجيب كلية الحقوق ونحطها في البرلمان. طيب، وحلينا كاع مشاكلنا. طيب، المشكلة مش لنا يعني.